تحقيقاً لأهدافها السامية وتأكيداً لمكانتها المرموقة في السلطنة والوطن العربي. قام مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ممثلاً في مكتب جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب بحملة إعلامية وترويجية واسعة لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب. تمحورت الحملة الإعلامية حول استثمار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية تحقيقاً للتكامل وتعزيزاً لمدى الانتشار والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المثقفين والفنانين والأدباء عبر أقطار الوطن العربي. ونظراً لأهمية الموقع الإلكتروني للجائزة حيث يعد المرجع الأول للمعلومات والمرفأ الأخير لاستلام المشاركات عبر نظام التسجيل الإلكتروني، فقد بدأت الحملة بتدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجائزة بواجهة عصرية وبمستوى غني يضم مواد متنوعة من ذاكرة الجائزة ونتائج دوراتها السابقة، مع الاهتمام بإبراز الشخصيات المكرمة وتعزيز المحتوى بالوسائط المتعددة من الأفلام والصور المتعلقة بالجائزة والأخبار والإعلانات وشهادات العديد من الشخصيات البارزة على المستويين المحلي والعربي. ونظراً لانتشار استخدام الهواتف النقالة لدى غالبية الجمهور، فقد تم استحداث نسخة مهيئة للهواتف النقالة تتناسب مع مختلف أنواع الأجهزة بتصميم عصري وجذاب. قام مكتب الجائزة ببث إعلانات تلفزيونية من خلال قنوات فضائية مرموقة وواسعة الانتشار كتلفزيون سلطنة عمان وقناة الجزيرة الإخبارية وقناة أم بي سي وقناة روسيا اليوم وقناة فرانس 24 العربية وقناة الميادين اللبنانية والتلفزيون الأردني والنيل الثقافية وقناة الرأي الكويتية وقناة الجزائر الأولى في أوقات الذروة. تم بث إعلانات إذاعية في قنوات عدة أبرزها إذاعة الشباب العمانية وإذاعة هلا فم وإذاعة صوت الخليج وإذاعة مونتي كارلو العربية في أوقات الذروة. وقامت إذاعة سلطنة عمان عبر برنامج المشهد الثقافي بتخصيص حلقات إذاعية عن مجالات الجائزة بواقع حلقة لكل مجال. أما في الإعلام المطبوع فقد قام مكتب الجائزة بنشر الإعلان عن فتح باب الترشح والمشاركة عبر الصحف والمجلات الأكثر انتشاراً، فتم نشر الإعلان محلياً في جريدة عمان والوطن والرؤية، وعلى الصعيد العربي برز إعلان الجائزة في جريدة الشرق الأوسط السعودية والبيان الإماراتية والرأي الأردنية والقبس الكويتية والخبر الجزائرية والمساء المغربية والأيام البحرينية وجريدة الحياة السعودية والشروق التونسية. وفي المجلات ظهر الإعلان عن فتح باب الترشح في مجلة دبي الثقافية وطنجة الثقافية المغربية ومجلة المجلة، بالإضافة إلى تغطية إعلامية لمجلة الدوحة الثقافية القطرية. نشرت الصحف المحلية والعربية أخباراً متنوعة عن الجائزة، وتصدرت أخبار جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب المشهد الثقافية على صفحات الملاحق الثقافية، ولاقت اهتماماً كبيراً من قبل الصحفيين في أرجاء الوطن العربي. كما تناقلت المواقع والصحف الإلكترونية المتخصصة الأخبار وأفردت لها مساحات مهمة على مواقعها. الحملة الإعلامية الإلكترونية كان لها دور مهم في تحقيق الانتشار والحصول على مشاركات واسعة من مختلف البلدان، فقد قام فريق العمل بتنشيط حساب تويتر من خلال التغريدات المستمرة، فتضاعف عدد المتابعين لتتجاوز نسبة زيادة المتابعين 150%، بينما حققت صفحة الفيسبوك الخاصة بالجائزة إقبالاً واسعاً وتفاعلاً دولياً كبيراً خلال الحملة،
ليقفز عدد المتابعين من 3000 متابع إلى ما يزيد عن 185,000 متابع، لتحتل الصفحة المركز الأول الأكثر متابعة بين المؤسسات الحكومية العمانية بحسب تقدير سوشيال بيكرز. وتجاوز عدد مشاهدات قناة اليوتيوب الخاصة بالجائزة 250,000 مشاهد من مختلف أرجاء العالم، في نقلة مهمة منذ بداية الحملة، حيث لم يكن عدد المشاهدات يزيد عن 800 خلال 3 سنوات من بدء القناة، مما جعل القناة تحتل موقعا مهما ضمن قائمة القنوات الأكثر نشاطا في عمان، لتصبح في الترتيب الرابع على مستوى المؤسسات الحكومية. وفي المواقع الإلكترونية، واصل مكتب الجائزة جهوده للوصول إلى المثقف والفنان والأديب في كل بقعة محلية وعربية وعالمية، حيث قام بنشر الإعلان في موقع مجلة الفلق العمانية، وموقع اتحاد الكتاب المثقفين والأدباء العرب، وموقع بوابة الخط العربي، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع أعضاء المواقع الثقافية العربية برسائل إلكترونية مباشرة. كذلك تم نشر الإعلان بواسطة خدمة جوجل الإعلانية. وكان لقناة اليوتيوب دور مهم في انتشار اسم الجائزة، بالإضافة إلى إيضاح الآلية المعمول بها في مسابقة جائزة سلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب، من حيث ثبات فروع الجائزة ثقافة وفنون وأداب وتنوع مجالات كل فرع في كل عام، وكذلك تناوب النسختين العمانية والعربية. وخلال 90 يوما من انطلاق الحملة وتدشين الموقع الإلكتروني للجائزة، بلغ عدد زوار الموقع ما يزيد عن 26,000 زائر، حيث جاءت زيارات الموقع من عدة دول عربية وأجنبية، تتصدرها 10 دول عربية على النحو التالي. لقاءات مباشرة مع الإعلام والصحافة ومع المثقفين والكتاب والأدباء، عقد مكتب الجائزة مؤتمراً تعريفياً في دار الأوبرا المصرية، سرد خلالها مشوار الجائزة منذ انطلاقتها في عام 2012، وشرح آلية العمل وشروط الترشح ودور مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم الإشرافي والإداري، كما قام بالرد على استفسارات الحضور عن مجالات الجائزة الحالية للدورة الرابعة. وفي عاصمة الثقافة العربية في قسنطينة بالجزائر، استضاف مركز محافظة قسنطينة المؤتمر التعريفي الذي شهد حضوراً كثيفاً لوسائل الإعلام الجزائرية، والتي تشهد كثافة عالية في المتابعة من قبل الأوساط الثقافية العربية كونها عاصمة الثقافة العربية. أسفرت الحملة الإعلامية عن إقبال متنام في المشاركة في الدورة الرابعة من مختلف دول العالم، كما حققت انتشاراً واسعاً وتفاعلاً كبيراً أدى إلى تمديد فترة التسجيل. كما تمكن مكتب الجائزة من تكوين قاعدة عريضة من المثقفين والفنانين والأدباء من سلطنة عمان والوطن العربي، وعناوين التواصل مع استمرار بناء قاعدة البيانات واستثمار العلاقات للدورات اللاحقة.